أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هناك توجيهات رئاسية بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب. جاء ذلك في كلمة المنسق العام خلال الجلسة الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني التي عقدت تحت عنوان التعليم قبل الجامعي، حيث أوضح أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم قبل الجامعي والفني والجامعي، لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأي والملاحظات.